السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعد مساءكم جميعا. اليوم عندنا إن شاء الله تعالى درس جديد بعنوان المضلعات والزوايا. راح نتطرق في هذا الدرس إن شاء الله تعالى إلى إيجاد مجموعة قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع، سواء ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، عشريني، ثلاثيني، وكذلك إيجاد قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم. جزئيتين محورين أساسيين راح نتطرق لهم إن شاء الله في درسنا لهذا اليوم. هنا جدول أو شكل مبسط يبين عدد الأضلاع وعدد المثلثات ومجموع قياسات الزوايا. يقول إذا كان عدد الأضلاع ثلاثة فإن الشكل الطبيعي يكون إيش؟ يكون مثلث، ما فيها كلام. ومجموع قياسات زوايا المثلث الداخلية 108. إذا كان الشكل رباعي، سواء مربع، مستطيل، معين، شبه منحرف، رباعي غير منتظم، يتكون فيه مثلثين، ومجموع قياسات زوايا الداخلية 2 × 180 اللي هي 360. واحد يسأل يقول أستاذ من وين جبت 2؟ من وين جبت 1؟ بعد شوية نعرف من وين جبنا 1 هذه اللي مضروبة في 180، والاثنين اللي مضروبة في 180 أيضا، والثلاثة المضروبة في 180 المضلع الخماسي. طيب هذا القانون كيف الصوت واضح؟ الجميع إذا كان الصوت واضح يعطيني الرقم 1، مو واضح يعطيني الرقم 2. إيجاد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع، هذا القانون يا شباب لازم تحفظه في اسمك يكون معك على طول. مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمثلث، ونرمز لها بالرمز جيم، لمضلع عفوا، لمضلع، أي مضلع سواء مثلث ولا غيره، هو نون ناقص 2 × 180. باختصار مجموع الزوايا الداخلية لمضلع يساوي نون ناقص 2 × 180. نون تعني ماذا؟ نون تعني عدد الأضلاع، نون تعني عدد الأضلاع. لو أعطانا مثال يقول أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع العشاري. إيش معنى عشاري؟ وإيش معنى مضلع عشاري يا أساتذة؟ نبغى مشاركة، نبغاكم كلكم تشاركون معنا. اكتب اللي تعرفه. 10 أضلاع، عشاري يعني 10 أضلاع. نكتب القانون. مجموع الزوايا الداخلية لأي مضلع يساوي نون ناقص 2 × 180. طيب نون قلنا تعبر عن ماذا يا أساتذة؟ النون تعبر عن ماذا؟ وش معنى النون؟ ها وش معنى النون يا شباب؟ اللي هو عدد الأضلاع. النون عدد الأضلاع. شلون مجهول؟ شلون مجهول يا هنوف؟ شلون مجهول؟ عدد الأضلاع 10 لأنه مضلع عشاري. إذا أشيل النون وأحط مكانها كم؟ 10. أصبح القانون كالتالي: 10 ناقص 2 × 180. ناخذها خطوة بخطوة. طيب 10 ناقص 2 كم؟ 10 إذا طرحنا منها 2 كم الناتج؟ 8. إذن يصبح 8 × 180. 8 × 180 يساوي 1440. 1440. إذن مجموع زوايا المضلع العشاري يساوي 1440 درجة. واضح يا شباب؟ شلون أوجدناهم؟ نعيدها على السريع ولا واضحة؟ اللي مو واضحة يسأل. سهل سهل، الدرس جدا سهل. أخذتوه ولا ما أخذتوه؟ سهل جدا. طيب نعيد مرة أخرى. المطلوب مني يا شباب يقول أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع العشاري، يعني عدد أضلاعه 10. القانون يقول، هذا هو القانون، القانون يقول أن جيم يعني مجموع زوايا أي مضلع يساوي نون ناقص 2. نون ناقص 2 × 180. طيب وش معنى نون؟ نون يعني عدد الأضلاع. طيب المضلع عشاري، أشيل النون وأحط مكانها كم؟ 10. 10 ناقص 2. 10 ناقص 2. طيب 10 ناقص 2 اللي هي 8. 8 × 180 اضرب ضرب عادي 8 × 180 1440.
و40. اتضح يا ريان؟ اتضح الجميع؟ واضح ان شاء الله؟ اي سؤال اي استفسار؟ اذا زي ما قلنا مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمضلع العشاري هو 1440 درجه. هذا مثال، اوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمضلع السداسي. من اللي عنده استعداد يحل؟ يلا يا سهيله، الاستاذه سهيله معك القلم. استاذه سهيله معك القلم، تفضلي. على مهلك على مهلك. ايوه ممتاز. بس احط قوس على النون والاثنين، نون ناقص اثنين احط عليها قوس، احط قوس. يلا واصلي ما في مشكله. ايوه لا 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 لا، للقوس بهذا بهذا الشكل مشكله. القوس بعد الاثنين، نون ناقص اثنين داخل القوس فقط. ها سهيله امسك القوس هذا اللي في الاخير. ايوه على مهلك على مهلك على مهلك، لا تستعجل لا ترتبك في الكتاب، على مهلك. اذا نون ناقص 2 ضرب 180، هذا القانون. نون ناقص 2، النون عندي مضلع سداسي 6 ناقص 2. طيب ممتاز، 6 ناقص 2 ب 4. 4 ضرب 180 يساوي كم؟ يساوي كم يا شباب؟ 720. يساوي 720. بارك الله فيك يا سهيل، الله يعطيك العافية. واضح يا شباب؟ أي سؤال أي استفسار؟ واضح؟ أحسنت يا سهيل. نأخذ مثال آخر أو تمرين آخر، جدا سهلة جدا سهلة. يقول مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الثماني هي 144 درجة، 1800 درجة، 1080 درجة، 1600 درجة. يلا كل واحد يحل واكتبوا لي الحل. مضلع ثماني، مضلع ثماني. يلا حلوا عندكم في الشات، انا ابغى الحل في الشات. كل واحد يحل ويكتب لنا الحل في الشات. اللي عنده جواب يكتب لنا في الشات. قلنا يا شباب اللي عنده يكتب الحل الموجود عنده. هل الجواب الف ام باء ام جيم ام دال؟ اكتبوا يلا، اكتبوا الحل وينه. يلا هات يا هند، هات سهيلة تقول 1080، ايش رايكم في كلامها؟ ايضا محمود يقول 1080، وهند تقول 1080، ريان يقول 1080، وعائشة تقول 1080. طيب شلون اوجدناها؟ شلون اوجدناها شباب؟ ها، نون ناقص 2، نون 8، 8 ناقص 2 كم؟ يعني 6، 6 في 180. طيب 6 في 180 1080، 1080. إذا الجواب الصحيح هو الفقرة جيم، الفقرة، هذا هو الجواب الصحيح. خلاص يا إخوان، سهلة بسيطة صح ولا لا؟ سهلة جدا. ننتقل للي بعده. أيوة ركز ركز ركز، هنا هنا بتتغير المسألة بتزداد يعني خطوة. يقول إيجاد قياس الزاوية، ما هو الزوايا مجموع الزوايا، لا زاوية واحدة للمضلع. لا يمكن إيجاد الزاوية الداخلية لمضلع إلا إذا كان مضلعا منتظما. وش معنى مضلع منتظم يا شباب؟ وش معنى المضلع المنتظم؟ هو المضلع الذي جميع زواياه متساوية وجميع أضلاعه أيضا متساوية. أيوة، لا يمكن إيجاد الزاوية الداخلية لأي مضلع، لا لازم مضلع منتظم. طيب وش معنى المضلع المنتظم؟ هو الذي جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه أيضا متطابقة. هذا تعريف المضلع المنتظم. لما واحد يسألك يقول وش يعني مضلع منتظم؟ قل والله يعني جميع الزوايا متطابقة وكذلك جميع الأضلاع متطابق. مثلا هذا المثلث متطابق الأضلاع، إذا نقول عنه مضلع منتظم ولا متطابق الأضلاع ومتطابق الزوايا أيضا. شو نقول على هذا المثلث يا شباب؟ نقول مثلث مضلع، مضلع ماذا؟ وينكم شباب؟ إذا كان الصوت واضح اعطوني رقم واحد. زميلتكم تقول الصوت مو واضح عندها.
إذن هذا المثلث المتطابق الأضلاع نقول عنه، نقول عنه مضلع منتظم، مضلع منتظم. طيب المربع يا شباب، المربع هو رباعي جميع زواياه قائمة وجميع أضلاعه متطابقة. إذا نقدر نقول عنه مضلع منتظم، نقول عنه أيضا مضلع منتظم، المربع دائما مضلع منتظم. طيب وكذلك هذا شكل خماسي منتظم، جميع الزوايا متساوية وجميع الأضلاع متطابقة أيضا. كذلك هذا سداسي منتظم، له 6 أضلاع وجميع زواياه متطابقة وجميع أضلاعه متطابقة. إذن المضلع المنتظم هو المضلع الذي جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه أيضا كذلك متطابقة. هذا مثال يقول أوجد قياس الزاوية الداخلية للمضلع الثماني المنتظم وقرب الناتج إلى أقرب جزء من 10 إذا لزم الأمر. ما يبغى مجموع الزوايا، يبغى الزاوية واحدة منهم كم تساوي؟ الزاوية الواحدة كم تساوي؟ ليش؟ لأن مضلع منتظم معناها أن جميع زواياه متطابقة. إذن أول شيء وش نسوي يا شباب؟ أول شيء أحسب، أوجد مجموع الزوايا المضلع الثماني. مجموع زوايا المضلع الثماني، من يذكرنا؟ من يذكرنا بالقانون؟ طيب نفس القانون، من يذكرنا فيه؟ من يذكرنا بالقانون؟ يلا من يكتب لنا القانون؟ نعم نفس القانون. وش هو القانون؟ نسيتوه ما شاء الله. وش هو القانون؟ طيب وش هو؟ انا ادري انه نفس القانون. وش هو القانون؟ وش القانون؟ طيب نفس القانون. طيب وش هو نفس القانون يا هند؟ هات يا شهيرة وش القانون؟ ما نبغى احد يحل. ايوه، نون ناقص 2 ضرب 180، نون ناقص 2 ضرب 180، هذا هو القانون، نون ناقص 2 ضرب 180. طيب عدد الاضلاع عندنا كم؟ اللي هي نون كم؟ النون 8. اذا 8 ناقص 2، 8 ناقص 2. طيب 8 ناقص 2 كم ناتجها؟ 8 ناقص 2 6، 6 ضرب 180 وتساوي 1080. هذه مجموع قياسات او مجموع الزوايا الداخليه للمضلع الثماني. هو ايش يقول؟ يقول اوجد قياس الزاويه الداخليه للمضلع الثماني المنتظم. بما انه منتظم معناته ان جميع الزوايا متساويه. اذا اقسم هذا العدد 1080 على عدد الزوايا، كم زاويه عندي؟ نقسم هذا العدد على مجموع الزوايا، كم زاوية؟ 8 زوايا، مضلع ثماني فيه 8 زوايا. نقسم 1080 قسمة 8 تساوي 135. إذن قياس الزاوية الداخلية في المضلع الثماني المنتظم كل زاوية تساوي 135 درجة. واضحة يا أساتذة؟ اللي عنده سؤال يتفضل، اللي عنده سؤال يتفضل. نقسم على 8 لأنها منتظمة، والمضلع يا محمود 8، يعني عدد زوايا 8. خلاص يا محمود؟ وما يبغى قياس مجموع الزوايا، يبغى الزاوية واحدة. طيب علشان أوجدها أقسم هذا المقدار 1080 على عددها، على 8 زوايا. واضح يا محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله. أي سؤال أي استفسار؟ خلاص يا أستاذ اللي سألت. طيب هذا تدريب يقول أوجد قياس الزاوية الداخلية للمضلع السباعي المنتظم وقرب الناتج إلى أقرب جزء من 10 إذا لزم الأمر. الأستاذ ريان المطيري تفضل معك القلم، تفضل معك القلم، حل على مهلك، اكتب على مهلك. تفضل يا ريان معك القلم، على مهلك، على مهلك، عشان تكتب بخط واضح. كاتب جيم هو اللي ايش كاتب؟ جيم يعني مجموع الزوايا. طيب نون ناقص 2، نون ناقص 2 ضرب 180، ممتاز. طيب النون عندنا كم هذه المرة يا شباب؟ النون كم؟ 7. النون 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 اللي هي كم؟ 7 ناقص 2 كم يا شباب؟ 5. إذن تساوي، ممتاز يا ريان،
خمسة ضرب 180. طيب خمسة ضرب 180 ايش فيك؟ ايش فيك؟ ليش؟ خمسة ضرب 180 سيبوا لي يا شباب، خمسة في 180 900 تساوي 900 تساوي 900 تساوي 900. أحسنت يا أستاذ. طيب لحظة، باقي لسه ما كمل. من يكمل الآن يا شباب؟ احنا أوجدنا مجموع زوايا المضلع السباعي. طيب من يوجد لي الزاوية الداخلية للمضلع؟ من يوجد لي الزاوية الداخلية للمضلع السباعي؟ ها يا شباب؟ ها يا شباب؟ من يوجد لنا قياس المضلع الزاوية الداخلية الآن؟ زميلكم أوجد لكم؟ طيب تفضل يا هند، تفضل يا هند، معك القلم. نبغى الآن قياس، اكتبيها في هذا المكان هنا على اليسار كذا. تسعمية الناتج الأخير 900. يلا تفضل يا هند، اكتبي على اليسار هنا، اكتبي في هذه المنطقة. الآن واضح؟ سبعة ناقص اثنين ضرب 180، بعدين خمسة في 180 يساوي 900 درجة. عادي، أهم شيء نفهم. طيب هذا شو رأيكم؟ هند تقول سبعة قسمة 900 ولا 900 قسمة سبعة؟ هيا هند، هيا هند، هند لحظة يا هند، وقفي وقفي يا هند. مجموع الزوايا كم؟ 900 أقسمها على 7، 900 أقسمها على 7، ما هو 7 قسمة 900، لا، المجموع الكلي على عدد الزوايا هو 900 على 7، 900 قسمة 7. يلا اكتبي. أيوة، 900 قسمة 7. طيب يلا يا شباب اقسموا 900 على 7 كم تساوي؟ اكتبي تحت الجواب. ايوه 128 درجة، 128 درجة ونص. أحسنت يا هند، 128 درجة. واضح يا شباب ولا مو واضح؟ اللي مو واضح يسأل. الجزء الأول حله ريان، يعطيك العافية ريان. خلاص بيك بيك، يعطيك العافية يا هند. واضح يا شباب؟ اللي عنده سؤال استفسار يسأل. الجميع واضح؟ ما حد عنده أي سؤال؟ طيب ننتقل للمثال اللي بعده أو التمرين اللي بعده. يقول قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم بعشرين ضلع، صاحب عشرين ضلع هي. يلا يلا، من اللي يحل هذا؟ حلوا عندكم، كل واحد يحل يحسب الناتج ويكتب لنا في الشات. حلوا اكتبوا الناتج، اكتبوا لنا في الشات، ما بنعطي احد القلم، حلوا عندكم وبعدين نحل مع بعضهم. هل الجواب الف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ وشلون؟ قلنا القانون جيم تساوي نون ناقص اثنين ضرب 180. هذا القانون يا مشاري، جيم يعني مجموع الزوايا يساوي نون ناقص اثنين
ضرب 180، نون يعني عدد الأضلاع. يلا يا شباب كم طلع معكم؟ وش الجواب الصحيح؟ ريان يقول باء. نعم هذا القانون، هذا القانون. ها وش رايكم؟ ما تكلم الا ريان يقول باء، اللي غيره وش طلع معكم؟ باء، وهند تقول باء، ومشاري يقول باء. طيب نشوف، احنا قلنا القانون جيم تساوي نون ناقص 2 ضرب 108 زي كذا صح؟ طيب اذا الجيم تساوي نون ناقص 2، نون ناقص 2 عدد الاضلاع كم؟ عدد الاضلاع 20 ناقص 2 يعني كم مباشرة؟ 18 ضرب 180. يلا اضربوا 18 ضرب 180، 18 اضربوها في 180 يا شباب، اضربوا لي 18 في 180 اضرب 18 في 180. احنا قلنا نون ناقص 2 20 ناقص 2 3240، 3240 هذا مجموع قياس مجموع الزوايا الداخلية 3200. طيب هو يقول مضلع منتظم يبغى قياس الزاوية الواحدة، إذا جميع الزوايا متساوية. لا ما هو ألف يا مشاري، يا مشاري ركز، أنت إنسان مستعجل شوي يا مشاري. هو ما يبغى قياس الزوايا كلها، يبغى قياس زاوية الواحدة، الزاوية الواحدة كم تساوي. خلاص أنا عندي مجموع الزوايا يساوي 3240. طيب الزاوية الواحدة شلون أوجدها؟ أقسم هذا المبلغ المقدار على مجموع الزوايا على 20، نقسم 3000. إذا نقول قياس الزاوية الداخلية يساوي 3240 قسمة 20 كم تساوي؟ 3240 اقسمها على 20 تساوي 162 درجة، 162 درجة. إذا قياس الزاوية الداخلية للمضلع العشريني المنتظم يساوي، ما في ولا فاصلة، وين الفاصلة؟ ما عدد صحيح، النافي صحيح. واضح يا شباب؟ واضح؟ ننتقل للي بعده ولا نعيد هذا؟ نشوف اللي بعده. طيب يقول استعمل في تصميم، استعمل في تصميم البناء في الصورة المجاورة أشكال رباعية، والواجهة الأمامية للبناء مكونة من تكرار لمضلعات رباعية منتظمة، مربعات عبارة عن مربعات. أوجد قياس الزوايا الداخلية، أوجد قياس الزوايا الداخلية. أنتم شايفين الواجهة عبارة عن مربعات، مربع 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 مربع، جميعها مربعات. يقول أوجد قياس الزاوية الداخلية لهذه المربعات. أول شيء نوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمربع. يا شباب لما يكون مثال، لما يجي لحظة معلش، لما يجي مثال معناته أنه محلول. لما يجي تدريب ذاك الوقت تقول أنا بحل. لما يجي كلمة تدريب معناته أنت اللي بتحل موضع. طيب أول خطوة نوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمربع. يلا من يذكرنا في القانون؟ القاعدة وش تقول يا شباب؟
تقول ان جيم تساوي نون ناقص 2 ضرب 108. نون ناقص 2 ضرب 108. طيب النون هذه المرة بكم؟ الشكل عبارة عن مربع، إذا النون عبارة عن كم؟ عبارة عن كم النون؟ 2. إذا النون عبارة عن 4، 4 ناقص 2 اللي هي 2. النون 4، ليش 4؟ لأنه مربع. طيب 4 ناقص 2 باثنين، 2 في 180 تساوي 360 درجة. هذه ال 360 درجة هي مجموع قياسات زوايا المربع الداخلية. طب نبغى الآن الزاوية الواحدة منهم كم تساوي؟ الزاوية الواحدة منهم كم تساوي؟ نقسم 360 على كم؟ على 4. نقسم 360 على 4، عدد الزوايا 4. إذا الزاوية الواحدة تساوي 90 درجة. إذا كل زاوية من الزوايا الداخلية لهذه المربعات اللي في الواجهة تساوي 90 درجة. واضح يا شباب؟ واضح ولا أحد عنده سؤال استفسار شيء؟ تفضل. واضح الجميع؟ أي سؤال أي استفسار؟ نشوف اللي بعد منه. يقول في هذا التشكيل مركب من قطع زجاجية على شكل مثلثات، خلاص، ومضلعات خماسية منتظمة، ما قياس الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي؟ ما قياس الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي؟ الزاوية هذه كم تساوي؟ الزاوية هذه كم تساوي؟ هذه كم تساوي؟ هذه كم تساوي؟ الشكل اللي بالأحمر، المضلع الخماسي اللي بيرسم بالأحمر. يلا من يحل؟ أول شيء أوجد مجموع قياسات المضلع الخماسي، مجموع زوايا المثلث الخماسي. بعد ذلك نوجد الزاوية الواحدة. ها يا شباب، من اللي عنده استطاعة يحل يتفضل. اللي عنده استطاعة يحل يتفضل. ما أحد؟ ما في أحد يقدر يحل؟ سهل، سهل مرة، نفس القانون، نفس الشيء، نفس القاعدة، بس هنت، هنت شاركت معنا. ما في أحد غير هنت؟ يلا يا دادو، دادو معك القلم تفضلي، خطوة بخطوة على مهلك. تفضل يا دادو. على مهلك، على مهلك. جيم تساوي، يا سلام، ايوه، نون ناقص 2 ضرب 180. هذه القاعدة يا شباب، هذه القاعدة تكتبها في أي سؤال يأتيك في هذا الشكل. ضرب 180. جيم تعني مجموع الزوايا، تعني مجموع الزوايا للمضلع. جيم معناها مجموع الزوايا. طيب أحسنت. إذا جيم تساوي النون كم يا شباب؟ النون عندنا كم؟ المضلع خماسي، إذا النون كم؟ النون 5. 5 ناقص 2 ضرب 180. ممتاز. طيب الآن 5 ناقص 2 كم تساوي؟ 5 ناقص 2 كم تساوي؟ 3. 3 في 180
ثلاثة خمسمية وأربعين، 380 تساوي 540. هل أنا جاوبت على السؤال إلى الآن؟ هل أنا جاوبت على السؤال؟ ما جاوبنا على السؤال. يقول ما قياس الزاوية الداخلية للمضلع الخماسي المنتظم الموجود أمامي؟ طيب نقول 500 الآن المجموع الكلي. طيب أبشر أبشر يا سالم، الآن تحليل جاهز. الله أكبر. يا سلام عليك، قسمنا لأنه يبغى الزاوية الواحدة منهم يا شادي. هذه مجموع الزوايا الخمس مع بعضها يساوي 540. طيب الزاوية الواحدة منهم بما أنه مضلع منتظم نقسم على خمسة. خلاص يا شادي واضح ولا عيدة؟ واضح؟ أحسنت يا أستاذ دادي. طيب نأتي إلى عند هذا التمرين وأبغاكم تشغلون عقولكم. شغل ذهنك معي. يقول ما عدد أضلاع مضلع منتظم؟ هذا السؤال جاي بالعكس. ما عاد فيها زوايا الحين. يا مضلع. ما عدد أضلاع مضلع منتظم؟ قياس زاويته الداخلية 160 درجة. يا الله. ها وش رأيكم؟ من اللي يستطيع يحل؟ ها من اللي يقدر يحل؟ يلا فكروا معي فكروا معي ونحل واحد لنا بعدين وانتم تكتبوا وانتم تتابعون. لكن فكروا معي. أول خطوة نسويها يا شباب وش هي؟ المطلوب الآن عندنا ما هو زوايا. له مجموع زوايا وله قياس زاوية داخلية. المطلوب عندنا الآن عدد الأضلاع. إذن القانون يقول جيم يساوي نون ناقص 2 ضرب 180. ضرب 180. هذا القانون. طيب مجموع الزوايا ما ادري عنه كم، لكن عندي الزاويه المنتظمه الزاويه الواحده كم تساوي؟ الزاويه الواحده كم تساوي؟ ما قلنا الزاويه الداخليه يا شاهد يعني واحده من الزوايا، واحده من الزوايا. الزاويه الداخليه يعني واحده من الزوايا بس تساوي 160. الزاويه الواحده تساوي 160. معي انت يا شادن؟ الزاويه الداخليه يعني احد الزوايا، واحده من الزوايا. طيب هاي شباب نون كم عندنا هنا؟ يلا نون كم؟ نبغى نعوض الان، كم نون؟ يلا يا شباب شغلوا اذانكم معي. نون نون عدد الاضلاع كم؟ عدد الاضلاع كم في السؤال؟ مجهول. احسنت يا ريان مجهول. هو يسالني هو يسالني يقول كم عدد الاضلاع؟ اذا عدد الاضلاع مجهول. طيب الزاويه الداخليه الواحده تساوي 160. انا ما ادري هذا المضلع الحين هو عشريني، هو عشاري، هو سداسي، هو رباعي، ما ادري عنه. طيب الزاويه الواحده تساوي 20 ولا 30 ولا تساوي 160. اضربها في عدد الزوايا صح ولا لا؟ يا الزاوية واحدة عشان أوجد المجموع الكلي أضربه في عدد الزوايا. طيب أنا عندي 160، الزاوية الواحدة 160، عدد الزوايا كم هو؟ أيضا مجهول. عدد الزوايا هو نفس عدد الأضلاع. إذن ضرب نون. ضرب نون. واضح يا شباب؟ إذن المجموع الكلي للزوايا
يساوي الزاوية الواحدة أضربها في عدد الأضلاع. واضح هذه المعلومة اللي كتبتها الآن ولا لا؟ نعيدها مرة أخرى. إحنا عندنا الزاوية الواحدة يساوي 160. طيب مجموع الزوايا أضربها في عددها. طيب عددها مجهول، خلاص خله مجهول. شلون نضرب 180؟ الله يرضى لي عليك يا شادي. يا شادي الزاوية الواحدة تساوي 160. خلاص. طيب مجموع الزوايا، مجموع الزوايا كلها كم قياسها؟ لا أدري والله عنها. عندي واحدة 160، إذا أضرب في عددها. طيب عددها مجهول أصلا، عددها نون مجهول، إذا أضرب في نون. خلاص خلاص يا شاهد انتبهت ولا عيدها مرة أخرى؟ الزاوية الواحدة تساوي 160، نضرب في عددها علشان نوجد المجموع الكل، يساوي برضو النون مجهولة، نون ناقص 2 ضرب 180. النون مجهولة، 160 في نون، 160 نون، 160 نون ما نعرف ناتجها، يساوي نون ناقص 2. نضرب الآن يا شباب، من يفك لي القوس؟ من يفك لنا القوس؟ من يفك لنا القوس؟ 180 ضرب نون ناقص 2. نضرب ال 180 في نون، نضرب ال 180 في نون، وكذلك نضرب ال 180 في 2. 180 في 2 كم؟ 180 نضربها في 2. يلا وين اختفيتم؟ يا سلام عليك يا ليلى، يا سلام عليك. طيب الآن ايش نسوي؟ نطرح 160 إذا تريدوا، نطرح 160 من الطرفين بهذا الشكل، نطرح من هنا 160 نون، علشان اعتبرها معادلة الآن، معادلة الآن، معادلة. أطرح 160 نون من هنا، عفوا معليش، نطرح 160 لين الطرفين علشان نتخلص من 160 نون هذه، 160 نون، وكذلك هنا في الطرف الثاني نطرح 160 نون. طيب تعال الآن، 160 ناقص 160 كم تبقى؟ 160 نون ناقص 160 نون كم باقي؟ باقي صفر، يساوي 180 نون ناقص 160، 180 ناقص 160 تساوي 20 نون، صح ولا لا؟ 180 ناقص تساوي 20 ناقص 360. الآن نبغى نتخلص من 360، شلون نتخلص منها؟ سالب 360 شلون نتخلص منها؟ ها في حل المعادلات كيف نتخلص من سالب 360؟ نزيد عليها 360، ونزيد في اليمين أيضا 360. معي أنتم؟ متابعين معي الخطوات؟ طيب 0 زائد 360، 0 زائد 360 يساوي كم؟ يساوي 360. طيب ولا معقدة ولا شيء، والله سهلة. 360 أي عدد معكوسة بكم؟ بالصفر. أي عدد زائد معكوسة يساوي صفر. طيب 360 تساوي 20 نون. طيب الآن ايش نسوي يا شباب؟ نتخلص من معامل نون اللي هو 20، نقسم على 20 للطرفين. إذا نقسم على 20 هنا وكذلك في اليسار على 20، العشرين راحت مع العشرين، تبقى كم؟ تبقى نون. طيب 360 اقسمها على 20 تساوي 18. إذا المضلع اللي هي الزاوية الداخلية
المضلع المنتظم الذي قياس زاوية الداخلية 160 درجة، هذا مضلع ذو 18 ضلع، ذو 18 ضلع. شلون أوجدناه؟ عوضنا في القانون، جيم تساوي نون ناقص 2 ضرب 180. طيب والله نون مجهولة عندنا، وعندنا الزاوية الداخلية تساوي 160. أنا أعيد الحين، أضرب الزاوية الداخلية في نون، 160 أضربها في نون. طيب 160 في نون، 160 نون، أتخلص من 160 نون هذه وشلون؟ معكوسها الجمعي، سالم 160 راح، 160 مع 160 بصفر. طيب وهنا 180 ناقص 160 تساوي 20، أصبحت عندي المعادلة الآن صفر تساوي 20 نون ناقص 360. أبغى أتخلص الآن من 360، طبعا إشارتها سالب، أضيف لها موجب 360 للطرفين، أصبحت بهذا الشكل 360 تساوي 20 نون، نقسم على معامل نون اللي هو 20، أصبحت النون تساوي 18. إذن عدد الأضلاع يساوي 18 ضلع، عدد أضلاع مضلع منتظم زي قياس زاوية الداخلية 160 درجة هو مضلع ذو 18 ضلع. هذا ملخص ما تناولناه اليوم لإيجاد مجموع زوايا أي مضلع، فإننا نستخدم القانون التالي: نون ناقص جيم تساوي نون ناقص 2 ضرب 180، جيم تساوي، معلش مكتوب هنا بشكل خاطئ، جيم تساوي نون ناقص 2 ضرب 180 ومعكوسة هنا. أما لإيجاد قياس الزوايا الداخلية لأي مضلع، فإننا نوجد مجموع الزوايا وبعدين نقسم على عددها، نوجد مجموع الزوايا ونقسم على عددها. خلاص يا أخوان، بهذا انتهى الدرس. موعدنا إن شاء الله تعالى غدا، نكون في درس جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. يسعدني وجودكم معنا من جديد، واليوم تريدون أن تعرفوا كيف يمكنكم توليد التيار من الضوء. مسألة بسيطة، إننا نعرف جميعا هذه الحالة، فعندما نستلقي تحت أشعة الشمس نشعر بالدفء الجميل، فالطاقة الضوئية تتحول على بشرتنا إلى طاقة حرارية. وفي الخلايا الشمسية يحدث شيء مماثل تماما، إذ تتحول الطاقة الضوئية أيضا ولكن إلى طاقة كهربائية. فما الذي يحدث تماما؟ دعونا ننظر تحت عدسة المجهر. عندما يسقط الضوء على الجزيئات في الخلايا الشمسية، فإن الفوتونات تنزع الإلكترونات من الطبقات العليا للذرات، وعندما نجعل هذه الإلكترونات لا تتحرك إلا في اتجاه واحد فقط، يبدأ التيار عندها في السريان. وبالمناسبة فإن لون الضوء يكون مهما جدا هنا، وعلى سبيل المثال فإن الأحمر قليل الفاعلية، بينما يحقق الضوء الأزرق طاقة كهربائية أقوى بكثير. وهذا أمر مثير جدا، ومنحت من أجله جائزة نوبل للفيزياء. فحتى عام 1905 لم يكن العلماء متفقين حول ما إذا كان الضوء يتألف من جزيئات أم من موجات إلكترومغناطيسية، ولكن إمكانية توليد التيار بهذه الطريقة تبرهن على صحة الرأيين. وكما ترون إذن، المهم هو ألا تتوقفوا عن طرح الأسئلة، وإلى اللقاء في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Mr. Ayham. How are you today? Welcome. Do you hear me very well? Okay, very good. Before I start, Ms. Huba and Mr. Ayham, this lesson is for the second intermediate grade, as you know. It's a vocabulary
My topic today is talking about outer space. I'm so sorry for my voice. I'm sick today, Ms. Ruba. I'm so sorry for that. But inshallah, I think my voice is clear to you, right? Sorry. Okay, let's see what we have for today. Aims of the lesson. Here I will give you introduce vocabulary related to space. Ms. Ruba, what is the space? Can you tell me what is the space? Or do you know what does outer space mean? Ms. Ruba, what do you think? What does outer space, or what is space? What is the space? Okay, what is the space? Can you tell me? If you, for example, we have many planets in our solar system, right? Okay. Sorry. Like Moon, Mars, Jupiter, all of these are in space, right? Also the Earth. So what is the space? The space is what? Is a vacuum. Also, in the space there is no air, there is no oxygen, there is no gravity in the space. So in the space there are also, or there is our solar system. The Earth is in the space, right? So Mr. Ruba, I will ask you a question. Do you want to go to the space? What do you think? Do you want to go to the space? Ms. Ruba. Okay. Look up. So what is this? What do you see here? What do you see here? Anyone of you, Mr. Ayan, Ms. Ruba, come on. What do you see here? No English, please. No English, no Arabic at all. Here, how many stars do we have? We have many stars, right? We have many stars in the sky. But what is this? What do we call this in English? If you want to see a star, for example, or many stars, or some planets in our... So what is this? What do we call this? We call it telescope. If you want to see something far away from you, you have to use telescope, right? And this we call it telescope. Let's move on and see what we have. Listen and repeat, all of you. Ms. Ruba, Ms. Ahmed, Mr. Ahmed. Here we have many planets, right? This is the sun. This is Saturn. And this is Jupiter. What is the Earth? This is the Earth, right? And this we call it solar system. Solar system. Repeat, Ms. Ruba. Repeat. Solar system. Solar system. I'm sorry. I'm so sorry for that. I am sick today. And this we call it solar system. Repeat. Not so hard. No. Solar system. Solar system. Repeat. Repeat. Solar system. Okay. Very good. Now, that's where we live here. And this we call it Earth. 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 Repeat, Ms. Ruba. Earth. Earth. You see? That's where do we... Yeah, Earth. Very good. Very good. With a loud voice, Ms. Ruba. Okay? Now here we have, look, this is, we call it star, and all of them, we call them stars. Repeat, please. Star. Star. Sorry. Star. Yeah, very good. Very good. That's what I want. Let's take the next. Here we have what? What is this? It is moon. Moon. Very good. Repeat. Moon. Moon. Welcome, Ms. Chad, and how are you today? This we call it moon. Moon. Very good. Sorry. Moon. Repeat, please. Moon. Now we are moving to see. Good afternoon. Here we have galaxy. Galaxy, what? It has many solar systems, right?
our solar system is inside galaxy. And this we call it, with a loud voice please, galaxy, galaxy, galaxy. Okay, galaxy. Repeat, all of you please. Ah, here we have what? We call this planet. For example, Earth is a planet, right? Jupiter is a planet. Very good. Not galaxy, galaxy. Okay, Miss Ruba, galaxy. See? And here we call this planet. For example, Jupiter is a planet. Earth is a planet. Sorry. Moon is a planet. Not planet. No. Planet. Letter P. Planet. Planet. Repeat. Planets. Okay? These are the planets in our galaxy.